في أول أخبارنا اليوم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان المرحلة الثانية من قرار توطين المهن التالية، وهي التموينات والأسواق المركزية، واللي تشمل توطين 100% لوظيفة مشرف قسم، وتوطين 50% من وظائف مدير قسم أو مساعد مدير فرع. جميل، هذه المجهودات اللي بتنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تمكين أبناء وبنات هذا الوطن في عدة وظائف تكون فقط للسعوديين. هناك الكثير من البرامج التدريبية اللي تطلق حتى تؤهل الفتيات والشباب في مختلف التخصصات بأنهم يمسكوا مناصب كبيرة ويقودوا أيضا المشاريع، وهذا شيء جدا رائع أننا نشوف التمكين في جميع المجالات.